انا ما شاء الله. حته التوك توك دي قعدت قد ايه شغال على توك توك؟ اكتر من سنتين، سنتين ونص. سنتين ونص وبتغني وانت في موضوع التوك توك، وبتروح استوديو تحجز وتغني؟ لحد مش بحجز واغني، لا انا ناس صحابي يعني، كنت بغني انا واحد صاحبي ابتدى حوار الغنى ده معايا من ثالثه اعدادي. تمام. واحد صاحبي قوي اسمه علي، كان هو بيقعد مع ناس موزعين وكده ولسه داخلين في مجال المهرجانات الجديد، فهو كان حابب ان هو يبقى موزع. فحبوا ان هو يعملوا اغنيه هو واحد صاحبي. تمام. دي اول حاجه، اول مره في حياتي امسك مايك واقول في اغنيه اصلا محدش يعرفها في التاريخ. فهم ما كانوش لاقيين مكان ان هم يجوا يغنوا فيه او كده. فقلت لهم ماشي عادي، انتوا ممكن نيجي عندي البيت ونقعد في الاوضه، انا كده كده عادي هنقعد. فهم جايين البيت عندي على سن مش انا اللي هغني. يعني هم علي هيوزع وواحد صاحبي اسمه عبد الرحمن برضه هيغني. تمام. صوته كان حلو؟ ما اكيد. تمام. بس انا في الفتره ديت مش، انا ما اعرفش صوت حلو ولا مش صوتي حلو ولا مش فارق معايا في مهرجانات. بس انت كنت بتقرا قران وكان صوتك حلو فيه. ايوه انا عارف ان انا صوتي في القران حلو، ما غنيتش قبل كده دي. ما جربتش. فالمهم ايه، جم على اساس ان انا المكان اللي انا هم اصحابي فهنقعد عندي انا في البيت وهم هيغنوا وانا قاعد معاهم عادي بتفرج. فجيت حته صغيره كده في الاخر ايه، قالوا لي ما تخش تقولها وبتاع، فدخلت قلتها. اصلا الاغنيه ما حدش يعرف عنها اي حاجه. انا كنت بغني عشان ايه، لو انا عايز اشوف نفسي عامل ازاي مثلا. الاغنيه دي ما نزلتش صح؟ ممكن تكون على اليوتيوب بس ما حدش يعرف اسمها، انا مش فاكر اسمها اصلا لحد دلوقتي. تمام. بس ما حدش يعرفها اصلا خالص، يعني ما فيش حد يعرف عصام صوصه يعرف اللي انا بقوله ده. تمام. فالمهم الاغنيه سمعتها فابتدت معايا ان انا ايه، خلاص هجيب علي ده كل يوم وهغني انا وهو. عشان انا اسمع. تمام. مش والله العظيم ما كان في دماغي فكره ان انا هوصل ولا ان انا ابقى عصام صوصه في يوم من الايام ولا الكلام. كنت بنزل اغاني باسم عصام طه اللي هو انا لسه ما بقتش صوصه اصلا. فالمهم فضلت اغني فتره 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 مع علي، كنت انا وعلي بس. علي وزع لي، علي وزع لي وانا اغني واحنا الاثنين نسمع الاغنيه. مفيش تقلب بيسمعها. تمام. ما سمعناهاش لاصحابنا حتى. يعني اللي مننا قوي بس ممكن نسمعه ان احنا عملنا اغنيه وبتاع. وكان رايهم ايه؟ كانوا بيقولوا لكم ايه؟ حلو وبتاع وجميل وكده، بس اصحابنا اللي مننا اكيد يعني ممكن يكونوا هو بيدونا دفعه يعني عشان ما نيأسش. تمام. المهم مع مرور الوقت بطلت خلاص، ما بقتش اعمل الحوار ده ولا اسجل ولا اي حاجه. جيت في مره رحت عند، لقيت اتعرفت على اخ ليا اسمه عبد رؤى، ده يعني سبب من اسباب نجاح عصام صوصه بعد ربنا. عبد رؤى كان بيكتب لي، يعني قلت له يلا انا عايز اسجل ومش عارف. اتعرفنا على بعض مع مرور الوقت، هو من حته اسمها نصار وانا من حته اسمها العزبه، الاثنين جنب بعض. فالمهم ايه، رحت قعدت معاهم واحد صاحبي اسمه محمد من عنده من المنطقه، فتعرفنا على بعض وبتاع. هما برضو كانوا بيعملوا نفس الفكره دي اللي هم ايه، ممكن يغنوا بس عشان هما برضو ايه يسمعوا الاغنيه. لما ايوه لما مثلا سمع عند ناس كتير على لما فكره، سمعوا شباب كتير عايزين يغنوا. الكلام اللي انا بقول لحضرتك ده من حوالي 6-7 سنين. يعني من 7 سنين أو 8 سنين. تمام. دي بقى البدايه بتاعت مثلا اول اغنيه اللي هي تنجح ليا في حياتي. وانا اقسم بجلاله الله ما كان في دماغي ولا في نيتي اصلا، انا ما كنتش عارف ان الاغنيه دي نازله على اليوتيوب ولا. دي اول اغنيه تنجح ليك؟ اول اغنيه تنجح. ها انا جاي لك لحضرتك في الكلام. المهم فتعرفت انا على رؤى، قلت له ايه، انا اعرف واحد صاحبي اسمه عمر من ارض اللواء وبتاع، عايزين نروح إيه نسجل اغنيه وانت بتكتب حلو ومش عارف ايه وبتاع. بقيت اعد يعني مثلا ايه، اعدي على يوم عشان نروح نرمي مثلا ايه، قال لك تعيش هتشوف الندل والخاينين، الكوبليه ده بس في يوم كامل ونروح. زهقنا. بصي بقى احكي لك ازاي. ليه؟ اعدي عليه تاني يوم نروح نرمي، طول عمر عايش وحداني انسان اناني والشر فيا، كوبليهين برضه ونمشي. نرجع تاني اقول له انا تالت يوم. قعدنا حوالي 10 ايام او اكتر من 10 ايام كل يوم كوبليه كل يوم كوبليه. مش عشان انا مثلا ايه، كان دماغنا اللي هو احنا عايزين نعمل حاجه حلوه والاغنيه جايه معانا حلوه، احنا سامعينها حلوه، فايه نقعد نصبر على كوبليه. انت بتدي حاجه حقها بس مش في دماغي، واقسم بالله ان أي هي حاجة.
مش في دماغي اصلا ان انا هنزلها على اليوتيوب وحد يعرفه، ممكن في دماغي 1000 واحد هيسمعوها كده قمه النجاح بالنسبه لي. قمه النجاح بالنسبه لك ان كان 1000 واحد يسمعها؟ انا اصلا ما كانش في خيالي ان حد هيسمعها اصلا. والله زي ما بقول لحضرتك كده. تمام. فالمهم بعد ما خلصنا الاغنيه حته نزلت منها على التيك توك، كان اسمه ميوزيكلي، ما كانش اسمه تيك توك. اللي هي بتاعت قال لك تعيش هتشوف الندل والخاينين. انا لقيت ارقام عامله على الفيديو انا عمري في حياتي ما كنت يعني دخلت على الاغنيه. دي عملت 100 مليون. يعني ايوه هي الحته دي بس بالظبط كانت عامله مثلا ايه اللي عاملين عليها فيديوهات 80,000 واحد. هاشتاج عملت كام على تيك توك؟ لا انا 6 مليار. انا بصي انا من النوع اللي انا اخري افتح الواتساب واقعد على التيك توك اقلب كده. ولا بفتح انستجرام. ايوه ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا اعرف اغنيتي بتنزل امتى.